مساء الخير. نقوص خطر يدق بالزيادة السكانية المهولة التي تحدث في مصر، وما فيش الحقيقة مناسبة إلا ما تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي من مناسبات الافتتاحية للمشروعات القومية الضخمة اللي الحقيقة بتمشي بوتيرة سريعة جدا تحت القيادة السياسية لمحاولة زيادة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة. ولكن مع الأسف الزيادة السكانية تلتهم كل هذه آثار التنمية ولا تلحق بها. هنتكلم النهاردة عن آثار الزيادة السكانية وآليات مواجهة هذه الزيادة، خاصة بعد الدراسات أو التقارير الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي أشار في آخر إحصائية أن المليون الأخير زدناه في 205 يوم. دكتور فرج الكامل، أستاذ الإعلام الصحي والسكاني بجامعة القاهرة. دكتور فرج، بنرحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بك. دكتور فرج، حضرتك أستاذ الإعلام الصحي والسكاني، ده يعني دي مادة جديدة بيتم تدريسها الآن في الجامعات المصرية؟ للأسف هي مش مادة جديدة، هو التخصص بتاعي اللي أنا خدت فيه الدكتوراه من سنين طويلة، وبتمنى انه يصبح فعلا تخصص موجود في كل الجامعات المصريه. لكن هو كمان في نفس الوقت هو المجال اللي انا اشتغلت فيه في مصر بعد ما رجعت من الدكتوراه بتاعتي، وعملت حملات ناس يمكن فاكراها زي دلوقتي الزنانه وكريمه مختار وغيرها. كانت حملات ناجحه جدا يا دكتور، والله الحمد لله. يعني فعلا كانت حملات وكانت بتؤتي ثمارها، وبنتمنى ان احنا نرجع نعملها تاني، وزاره التضامن الاجتماعي فعلا تبدا تعملها تاني، وزاره السكان والصحه. الحقيقه طبعا هي يعني حضرتك الحمله دي موثقه، وموثق النتائج بتاعتها. ويمكن الفترة اللي عملنا فيها الحملات دي تقريبا هي الفترة الوحيدة في مصر اللي انخفض فيها معدل الزيادة السكانية. تمام. لم تحدث قبل كده في التاريخ الحديث لمصر. تمام. وللأسف لم تحدث بعد كده، وبالتالي احنا عندنا حلول موجودة جربناها في المجتمع بتاعنا ونجحت، وللأسف بعدها تشتتنا في مصر، وكل واحد بدأ ياخدنا في سكة مختلفة، والنتيجة هي اللي حضرتك قلتيه من شوية، آخر تقرير للجهاز المركزي حاجة يعني الحقيقة زيادة مرعبة الحقيقة. يعني لو 6 شهور مليون كل 6 شهور، دي زيادة مرعبة يعني. فعلا مرعبة، وفعلا بتضيع كل اللي احنا بنعمله. هي عاملة زي كده، بقينا عاملين زي القربة المخرومة. طب دكتور، احنا محتاجين نستغل وجود حضرتك ونعرف يعني تجربة حضرتك في هذا المجال واللي كنتوا بتحاولوا تطبقوه والحلول من وجهة نظر حضرتك. تمام. بص حضرتك، هو طبعا يعني المشكله السكانيه في مصر هي مشكله متشابكه، وحضرتك عارفه يعني كلنا عارفين لما بنروح لدكتور عندنا بنعاني من مشكله معينه، نادرا لما بيدينا دواء واحد، وبيدينا كذا دواء. ليه كذا دواء؟ عشان يتعاملوا مع المشكله من جوانبها المختلفه. تمام. احنا في جوانب مختلفه يعني للمشكله السكانيه، واعتقد المبادره بتاعت حياه كريمه يعني حاجه رائعه جدا الدوله عملتها. وهناك بقى الجوانب الاخرى، وانا هبدا من كلمه الرئيس، الوعي. طب الوعي ده هو بالظبط احدث النتائج اللي حضرتك بنتكلم عنها، اللي هي حصلت في الفتره اللي مسكت فيها حملات تنظيم الاسر في مصر. هو ده اللي ركزنا عليه مع الخدمه الجيده. يعني الوعي الصحيح مع خدمه جيده، دول العاملين السحريين في انهم يقلبوا المشكله اللي حاصله عندنا دي
يصلحوها. احنا للاسف في ال 30 سنه اللي فاتت لا عندنا وعي كويس ولا عندنا خدمه كويسه في تنظيم الاسره. وبالتالي تشتتنا وكل واحد بيقول اي حاجه وبيمشي وراها. واللي احنا محتاجينه دلوقتي عشان يواكب النهضه العظيمه اللي بتحصل في مصر ان احنا نرجع ونركز تاني ونتعلم من الدروس اللي احنا عملناها ونجحنا فيها ونبدا. حضرتك لما بتفتحي النهارده اي قناه تلفزيونيه بتشوفي اي حاجه كتنويهات او اعلانات عن تنظيم الاسره؟ ما فيش دلوقتي، لا طبعا ما فيش زي زمان. وحتى فعلا لما كان وحتى لما كان في من فتره السنوات اللي فاتت حاجات كانت بتبقى حاجات خايبه، مش عارف ابو شنب وابو دقن وحاجات عبيطه وبتسخر من الناس. انا فاكره وان واحنا صغيرين الحمله بتاعت حسنين ومحمدين والحمله بتاعت المرحومه كريمه مختار، فعلا زي ما حضرتك بتقول حملات فعلا كانت على قد بساطتها وبتخاطب يعني عقليه المواطن البسيط، لكن فعلا كان ليها مردود ورده فعل كبيره جدا. هو انا بتبرأ من حسنين ومحمدين، دي مش بتاعتي، وهي كانت في الحقيقه مثال للي انا عايز اقول ان هو اعلام خاطئ عن تنظيم الاسره. حسنين ومحمدين دي كانت فتره اولى يعني في بدايه الحملات، وللاسف ان هي تقابلت مع الناس بشكل سيء. ليه بقى؟ وده اللي انا عايز انبه تمام. لما نيجي نتكلم ان ممكن الحمله تبقى بشكل خاطئ، يعني طبعا بتتعامل مع الناس بشكل خاطئ طبعا. تمام. ودي بتهدر وقت وبتهدر موارد وكمان يعني يمكن بتسوق سمعه تنظيم الاسره. انا لما تبص حضرتك في تحليل حمله زي حسنين ومحمدين دي كانت بتكلم الناس على انهم يعني كده آلات، وانتوا السبب في المشكله، وانتوا ولاد 60 40 واحنا بنصرف عليكم كذا في التعليم وكذا في التموين وكذا في البتاع وهكذا. فاذا الحمله الصحيحه لتنظيم الاسره للناس لا يجب ان تكون موجهه ليهم من وجهه نظر الحكومه. انا ما اقولوش اعمل كذا عشان الحكومه والدوله ترتاح، ده ما هوش اسلوب للتخاطب مع الناس في قضيه تنظيم الاسره. لابد ان اتخاطب معاه بشكل مختلف، اقول له ايه اللي في مصلحته هو يعمله كراجل او ست ينظم تنظيم الاسره عشان هتعود عليه هو شخصيا بايه. تمام. مش على الدوله. دكتور فرج، محتاجه استغل وجود حضرتك ايضا هنا واعرف كحضرتك كاستاذ للاعلام الصحي والسكاني، رده فعل الطلبه اللي حضرتك بتدرس لهم الماده واستيعابهم لقضيه الوعي دي، وهل هم فعلا مدركين ليها وبيستوعبوها ازاي وبيتلقوها ازاي؟ يعني مدى استجابتهم بتكون ازاي؟ هل بيكونوا مع او ضد، او يعني استجابتهم ليها بتكون ازاي؟ الحقيقه الطلبه بتوعي في السنوات الاخيره هم طلبه الدراسات العليا، وانا بقدم لهم منهج ويعني الاطار النظري والمنهجي لازاي نعمل حملات توعيه وعن تنظيم الاسره او عن موضوعات صحيه، وبدلهم نماذج من هذه الحملات الفيديوهات بتاعتها وغيرها، وبدلهم النتائج والدراسات اللي اتعملت عشان تقييم هذه الدراسات في هذا المنهج المتكامل. انا بديهولهم على امل انه يعني يطلع منهم ناس تكمل المسيره وتساعد جهود الدوله في الحملات وخصوصا يعني السكانيه والصحيه. دكتور فرج، من وجهة نظر حضرتك يعني دور وسائل الإعلام دلوقتي الأكبر اللي ممكن تقوم بيه فعلا في هذا التوقيت تاني، حملات إعلانية لكن بتخاطب عقل الجيل الجديد بنفس المنطق اللي بيفهمه، يعني أكيد الأجيال دلوقتي اتغيرت عن زمان، جيل التكنولوجي دلوقتي أكيد لغة الخطاب ليها هتبقى مختلفة تماما، فمن وجهة نظر حضرتك هنا هيكون إزاي؟ يعني هو حضرتك الاسلوب الصح اللي احنا جربناه هو ان احنا نبتدي بان احنا نعرف الشخص اللي احنا عايزين نكلمه
اولا هو عاداته الاتصاليه ايه، بيشوف ايه، بيسمع ايه، بيتفرج على ايه، ايه الوسائل الاتصال اللي هي بتوصل له، عشان انا ما اكونش بكلمه في حته وهو اصلا موجود في حته ثانيه خالص. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا بشوف بالنسبه للموضوع بقى نفسه، هو ايه افكاره عن الموضوع؟ ايه المعلومات اللي عنده عن الموضوع؟ ايه الاتجاهات الموجوده عنده؟ ايه السلوكيات اللي موجوده عنده؟ ابدا منه، مش ابدا بفرضيات كده انا حاططها في دماغي واشتغل على اساسها. الشغل العلمي هو ان احنا نبتدي بدراسه الموقف ودراسه الجمهور المستهدف، وبناء عليه نبدا نخطط الاستراتيجيه بتاعتنا ونشوف احنا استراتيجيه مخاطبه هذه العقول. بالظبط. الحاجه الثانيه هي تصحيح بعض المفاهيم الخاطئه اللي عند حتى المتخصصين. للاسف انا بيحزنني اقول لحضرتك انه في ناس كتير متخصصين واساتذه وغيرهم عندهم يقول لك مثلا ايه، لا ده احنا الناس عندها معرفه بتنظيم الاسره، ما مش محتاجين ان احنا نعرف. طيب انت سيادتك يعني بتقصد ايه؟ فاكتشفت انه مجرد ان الشخص يقول لك انا عارف تنظيم الاسره وعارف الوسائل دي، بيعتبروها ان هو ده خلاص عنده الوعي. لا، مش هو ده الوعي، وما اعتقدش ابدا ان هو ده الوعي اللي بيقصده الريس لما بيتكلم على اهميه الوعي. احنا حتى منهجيا وعلميا بنقول انه المعرفه دي لها يعني مستويات مختلفه، اقلها خالص هو الوعي بوجود الشيء يعني. ولكن انت بعد كده لما انا باجي اكلمك عن مثلا وسائل تنظيم الاسره، انت تعرف ايه عنها؟ تعرف ايه ازاي هي بتستخدمها؟ ايه مدى معرفتك بالاثار الجانبيه بتاعتها؟ ايه بالفاعليه بتاعتها؟ ايه الشائعات بقى المنتشره عن هذه الوسائل ورايك انت ايه في هذه الشائعات؟ سوء الاستخدام اللي بيحصل من الوسائل دي بينتج عنها اولا انه الحمل الغير المخطط او غير المقصود، ثانيا اثار جانبيه غير مطلوبه يعني بتبقى في سن معينه في وسائل معينه المفروض تستخدمها ووسائل اخرى المفروض ما تستخدمهاش. الوسيله اللي بتستخدمها ازاي تستخدمها صح عشان تبقى مؤثره وما تنتجش عنها اثار جانبيه تسوء سمعه الوسيله. ففي حاجات كثيره جدا في الاعلام اللي احنا ممكن نقوله للناس مطلوب، ومش هو بس يعني ما يبقاش مبني طبعاً على مجرد لازم تكون المعلومات بوعي ودقة شديدة لمخاطبة هذه العقول زي ما حضرتك قلت، وتكون الوعي ده معناه أنه بناء على معلومات، ومعلومات دقيقة ممكن يتكلم الإنسان، لكن بدون وعي بدون معرفة بدون معلومة لا يستطيع أن يتحدث طبعا الانسان. دكتور فرج الكامل، استاذ الاعلام الصحي والسكاني بجامعه القاهره، كل الشكر لحضرتك طبعا على كل هذه التوضيحات.